السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحديث 27 من 40 النووية، تعريف البر والإثم. عن النواس بن سمعان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه نفسك واطمأن إليه قلبك، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن.